شيخ ابو احمد ترى انت احسن ما فيك يا ابو احمد سالفه الشاي، الشاي ذا جماعه الشاي زين وطيب وكل شيء، اذا ما تعتذر والله ما تشرب والله اعتذر عن ايش؟ ما غلط انا غلط لا اسم الله عليك ما غلط ما تسوي شاي ايش قلت انا؟ قلت الشاي زين يقول بساعة زين خلاص بعتذر انا اسف يا حبي بس بسال القبع اللي على راسك منين شاريه؟ تعتذر وترجع ما قلت شيء ابو احمد انا غلط بدوي ايش زي ما يقولون منين شاري عجبني بشتري واحد تجرح والدار يا بعد عمري انا سالت من وين شاريها باخر انت بطانس انت تطنس صدقني صدقني انا عجبني لونه عجبني عجبني في الخطين بس سالك بالله عجبك لونه ولا تطنس والله عجبني لونه امسك حبيب لا لا ما بي ما بي ما بي انا عجبني لونه بس هو كتصميم ولا بريال شوف شوف ترى تقول من السرعه مريم جد تبي الكلام اهنيك على لون انا والله شوف انا لابس نفس اللون تقريبا شفته تفكر اضحك عليك انا يعجبني ذي الالوان ذي اذكر المحل دخلني فيه ايه هذا انت شريت ذي وانا شريت ذي الحاله لا ها ايه والله حسبالي شاري من محل اطفال يوم شفت ذي الكركوش يا بي مره حلو هو حلو لون هو حلو لون يا ابو احمد بس التصميم حق اطفال ولا حق اطفال اهم شيء ما يدفيني انا مو مخزين ولا صح صح اسمع البارد. الكركوش اللي بتبيع هلا هلا عليكم السلام هلا بحبيبي هلا والله شو حول 25000 حول يبا شنو 25000 حول حق ايش 25000 15000 ذبايح وقايل لك لا تمر لا تاخذ ذبايح وشب احمد تدق عليه ما يرد بلغت انا يوم تدق علي قلت له بس ما يصير استريح استريح ابو احمد صب صب حق عمك ابو احمد شاي ان شاء الله حاضر بياله بياله فلوس خادر ايش في ذا عمي ابو احمد شاي صب له صب له ابو احمد شاي ما يبي ما يبي ما يبي مريضي ابي فلوس ما ابي شاي انا ما حاضرين يا ابو احمد حاضرين تبي فلوس بس انا قايل لك انتم كل الشباب اي واحد يبي فلوس يا جماعه الخير ترى احنا اخوان ونعين بعض اي والله شبعت انا من هالكلام رضي شبعت يوبا من نعين ونعاون ونعن ونعاون قبل شوي تقول ما تبي شاي ما نبي ما نبي هولنا ما نبي شايك نبي فلوس هذا اقول لك وانت تقول بتحول بتحول زاد ابشرك 10000 قاعد لي تجيب باسم مسكين ولا تعطي فلوس ولا شيء محددين فلوس يبونا اي حد وتعال يا ابو احمد باسم مسكين ذا فقير اي باسم باسم الكافي ايش فيه 10000 انا ما اعطي المصري لا فلوس ها ليش يكون انا قاعدين هناك بنك لا احمد تامر امر يبا تامر امر لا منه ولا فضل ها ايه؟ انا بدراهمي وفلوسي لا تقدي تتبعش وحفرين شبعت انا من هالاسطوانه مريضي ان شاء الله ان شاء الله مش شبعت حتى الجمهور يقول لك ابو احمد عطاك ولا ما عطاك يلا الحين حول لي قدام الجمهور زين ما يخرب روق روق الحين انت ليش ما اعطي باسم 10000 حق ايش والحديد اللي يسوي لك بالكافي ايش قلت لك انا امس يا محمد ما قلت لك شغل الحديد ما عجبني ما عجبني وبخاصم بخاصم على بخاصم على الحداد 3000 ريال شغله ما عجبني اي معنى انتوا الحداد والتنجاز انا سلمت 10 ولا لا سلمت حق مين حق باسم ليش تسلم 10000 انا ما قلت لك سلم يا باسم شغلك انت ما تسلم تسلم باسم المدير ما بنت اي بس خلاص خل باسم يعطيك دخلني انا الكافي كافي ابوي باسم ولا كافيك الكافي لي انا بس لا تلف يا ابو احمد انت ليش تدفع ليش تدفع الله يهديك ليش تدفع لاني انا مفكر اني انا وياك واحد لا مو بواحد انا وياك اثنين الفلوس اثنين تبي فلوس حاضرين لو تبي مليون الحين احولها ما نبي مليونك مليونك الله يبارك لك في ايه بس 25000 بس يا ابو احمد حقي بس انا شوف يا ابو احمد انا رجال ما تهمني الفلوس انا احول لك الحين مليون بس صار لك 3 شهور ما حولت الحين احول لك احول لك مع وجهك ترى الجمهور يحاسب لك شلون يعني انت مهنعك ان شاء الله ان شاء الله يا ابو طيب يا ابو احمد انت كم تلحقنا في الملحمه لحم 15000 طيب دام انك تلحقنا 15000 وثلاث شهور على كلامك ما سددناها تروح تزيد الطين بله وتدفع حق راعي الحداد 10000 ويصيرون 25 لان باسم ما له ذنب يتفشل مع الناس ما له ذنب ما له ذنب ذا باسم انا معطيه 10 ملايين قايل له هذا مصروفات لا معطي مليار ايه لو عندك 10 ملايين ما سلمت علي ها ايوه بس بس لا تكسر لا تكسر اسمعني عاد اسمعني عاد الزم حدودك وتسنع يا ابو احمد الكلمه ذي ما عجبتني شنو هي؟ لا 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 شلون يعني لو عندي 10 ملايين ما اسلم عليك؟ اي يبا انت 25 ما سددت بتعطي ذوك 10 ملايين حق كافي
رضي لا تنقص نفسك، انت بتدفع ولا لا؟ بدفع. لا لا عطى فكنا لا ياكلنا عطى. ايوه بيض الله وجهك. عطى زود بعد، عطى زود. لا ما بيصير ياكل. اذا تبي زود لا لا لا. كافو يا ابو كيان، كافو يا ابو كيان، كم حسابك؟ 25. محمد حول له 45. لا لا من شف شف شف. اقول لك الكلام الفاضي ما احبه. اقول لك حول له 45. لا لا انا ما استحق صدقه، الحمد لله انا بنعمه بخير. ما بصدقه هديه. لا 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 يبا ما نبي هديتك. يبا عطها فقرة عبرك مني. زين شو اللي تابين انت؟ لا 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 ابي 25 كرة. خلاص 25,000؟ ايه. بس نبي نعرف 25 حق ايش تاله يا ابو دويش تاله. لا 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 ايش معنى يوم جيت تاخذ؟ بك يا ابو احمد شوف احنا ما ناكل حق احد. اسمعني. لكن ريال تاخذ 10 عندنا هنا. بس نبي شيء مضبوط ودويش حسب. لا لا يوم جيت تاخذ انت ما يخاف دقيقه. شو اللي شو اللي شو اللي علينا؟ حسب علي انت. خلي حسب احسب. كم ذبيحه احنا اخذنا منك؟ 1000 هذا 10 ذبايح ب 12000. احنا دقيقه دقيقه دقيقه. احنا ماخذين 10 ذبايح. تبي اعدد لك الناس اللي كل ذبيح اللي عزمته وذ اعددهم واحد واحد؟ كل واحد عزمته كاتب اسمي يمه فلان فلان يوم عزيمه فلان دخل الضيف. ايوه هو هذا اللي انا توقعته يقول لي هالكلام. الحين دقيقه الذبايح اللي اخذها منك الا صار عندي عزيمه ذني محسوبين. كان قلت لي وانت وشلتك على حسابي. ايه ابد ابد ابدا فري. اي خلاص قول لي الذبيحه ذي على حسابك. اي خلاص كله خلي خلي. لا 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 من جديد. هم الاولي لا ما قلت شيء. شوف لنا الحسبه كم؟ 5 وكم؟ ذبايح. ايه ب 1200 كم صارت؟ ب 1200. ايه بوينت فوق ال 35 جاي. ايش دخل بوينت؟ يا بنت الشباب تشوف انت ما جبت الا ذبيحات. لما يشوف يا حبيبي 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 دقيقه ابو احمد. يا ابو احمد هذا المحاسب حقي بدويش. لا انا ما ابغى بالبدويش. حبيبي مالك دخل انت ما يشوفه. مالك دخل انت بفلوسك. هذا المحاسب حقي. يعني انت قاعد تصعبهم. لا ما صعبها. ابو بدويش كم وصل الحساب؟ وصل يا مريضي شو اسمه حسابك كله 4003 ريال. يلا سجل. قايل لك والله ما يشوف. خش معنا قام قام أنا قام ما نبيك. قام قام ما نبيك. احنا ما لنا دخل فيه. الله يعطيك العافيه. شرب بيبسي هو. بيبسي شرب. حق ايش بيبسي؟ بيبسي ما شرب هو يلا الذبيحات. ليش؟ فاتح انا بقاله. لا 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 بقاله قال ولا. اجل دقيقه جادر 10 لك 2000 ريال. هذا حسابك يعني انت احمد والليل باذن الله قفل لك حسابك من الالف للياء. وترى العذر والسماح منك تدري ليش تاخير؟ تاخير يا عم ابو احمد ان انا اول شيء مشغول. كل ما جيت اطر الشباب كم مره يا شباب اطرشكم واعطيكم 15,000 ودوا حق ابو احمد الشباب كلنا مشغولين. مشوار لانه بعيد. لانه بعيد. لا ربعك ترى مثلك. ايه خراطين والله ودجالين. بعيني بعيني شفته مره ذا بيحول لك من الجوال. الجوال ما رضى يحول. قال له الان إيه صيانه. ايه كان ايه صي كان صح. كان صيانه. كان صيانه. كان موقع حق البنك. ترى محاسب عليه. ترى كان صيانه. ايوه فلا تشذب زي بيضي. ترى احنا مره احنا جبناه بنك ابو ظبي. والله جينا بنحول لك بنك ابو ظبي؟ اي نعم. والله عندكم حساب بنك ابو ظبي؟ اي نعم مريضي عندك كل حساباتك. عشوه انه مفتوح. حسابك قبل اخر الشهر. لا 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 ما في اخر الشهر. خل تنزل رواتب. انا في الكافي سمعت. قدام الله وخلقه افضحك. ايه ايوه بس تنتهي المباراه. ما يحتاج تروح الكافي تفضحني. انت الحين فضحتني ترى كل العالم. جمهورك شاهد. اي شاهد. فوق الثلاث شهور. اي شاهد. ولا والجمهور ترى الجمهور هو اللي يقول لي لا تدفع حق ابو احمد نبي نضحك. ريفي اسمع بس هيك دي منه خذ هذا 400 خلينا نجيب لك الباقي. بس شربها حفاظ لعويلك بس. دقيقه ابو احمد دقيقه. امسك بس عن فلوس ابو احمد. وسع صدرك وسع صدرك. اخر الشهر استنزل رواتب. تدري احنا في اخر الشهر باقي كم يوم تنزل رواتب احاسب. شي دخلك انت في الرواتب؟ ها؟ شي دخلك انت في الرواتب؟ شلون ايش دخلني بالرواتب؟ ليش لا يكون عندك راتب انت؟ والاعلانات ذي مريضي خبز خبزك على خباز. صحيح 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 والله انا مالي دخل بالرواتب انا بس انا اسمع العالم يقولون اخر الشهر قمت اقول زيهم. مالك ومال شوف اسمع الكلام الطيب ما يمشي معك. لا 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 من زمان وانت تروب. لا لا خلاص 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 انا ملك ان شاء الله ان شاء الله. لا لا والله حاسبك والله حاسبك. الليل 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 على اي بنك تبي؟ اي بنك؟ لا انت عارف عندك الحساب عندك. اي بنك تبي؟ الاهلي الراجحي. يعني ما تعرف حسابي صح؟ قل لي عاد من قبل انت تحول على لان انا توي فاتح حساب جديد بنك
بنك جديد عرفت، حولت كل الفلوس عليه. لكم مثل ابو ثابي لا 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 اسكم لا 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 خلاص خلاص لا والله حاسبك حاسبك الليل خلاص. حول له يبا حولوا له فكونا حولوا له حولوا له. تعال تعال يا ابو احمد تعال تعال بعد امبال تعال تعال بعد امبال تعال ليله قدام الناس كلها. ايوه الساعه 12 وربع العصر فلوس شو عصر قصدي الساعه 12 عصر 12 لا 12 فجر ما دام هذا عصر كذب لا بس كذب يا ابو احمد تدري احنا قاعدين نشتغل على الكوفي الفتره اللي راحت ومفلسين يا ابو احمد. لو ما عندك فلوس لا تاكل لحم ريب. صح صح ايوه اعتقد دي تعزم سامي وذي وعلان وعبيد وزيد على حسابي كل على حسابي ابو احمد يضيف على حسابك وعشان كذا خلاص من المره الجايه اي ضيف يجيني ياخذ منك ذبيحه على حسابك بعد بعد اسدد الغديم اول ان شاء الله ان شاء الله ايوه الغديم ان شاء الله ان شاء الله بسم الليله على حسابك الليله ايوه الليله اسمع الكلام انا حتى المصري خصمت عليه قيمه الذبيحه ليش اي لان عطى قايل له مرتضى وشلته ما ياخذون لا خلى ينفع مرتضى ولا يجي البيت ولا شيء ان شاء الله ان شاء الله وهذا شهود الجمهور ايه 12 ما يصل الحوالة جمهورك شاهد عليك ايه ايوه باربع لا 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 خلاص ان شاء الله خلاص ان شاء الله ولا مرة تعزمني على شيء ولا شيء اسمعني يا ابو احمد عشان لا يصير عشان لا يصير بيننا مشكلة عشان لا يصير بيننا مشكلة في الحساب مرة ثانية يا جماعة الخير انت لك 25 صح؟ احول لك 50 25 لا لا ما دقيقة 25 حق الحساب القديم و25 خلهم فايض رصيد لنا حق جماعة سلمت ال 25 تسلم 50 كذب على روحك والله يقول حوالي قال حلاوه والله العظيم يا جماعه ان والله اني ما اتاخر على احد في حساب الا ابو احمد عشان بس انبسط اذا جوني بالحساب جلسه الحساب مع ابو احمد متعه متعه والله يا جماعة الخير اني ما اخر احد في حسابي نهائيا ولا اشتهي الدين والله بس اثنين احب اتسلف منهم ابو احمد وبدويش اوه انبسط اذا صار عندي جلسة حساب مع ابو احمد وبدويش حتى متابعيني يقولون لي موت تصير موت يصير بينك وبين ابو احمد جلسة محاسبة اقول لا تسدد انت ابو احمد لا تسدد حتى انا احبه لا والله يا جماعة الخير جلسة الحساب مع ابو احمد ممتعة ما اذكر مرة تحاسبت مع ابو احمد ما جلدني بالعقاب والله العظيم ما اسمع ايوه مع انك فلوس لا تاكل لحم ايوه ما تصلح ما تصلح ما تصلح بصراحة انا في السالف بصراحة تعقدي ما في تعقداني صيح ترجعهم بس عقب ما اقوم اسبك يمكن فوق العشر مرة لا لا